هل يقبل مجلس النواب؟ مقترح قانون التأمينات الاجتماعية وما يتضمنه من فقرات كان محور نقاش الندوة الحوارية التي أقامها منتدى الإعلاميات بحضور عدد من الأكاديميين. قانون قوبل بالرفض والاستنكار من أغلب الحاضرين، كونه يقدم الفائدة لبعض الشرائح ويضر بشرائح أخرى من المجتمع العراقي. جاء هذا المشروع بناء على اتفاق مع البنك الدولي، وبالتالي اليوم الحكومة العراقية ملزمة بإقرار هكذا قانون، لكن أن تقر قانون على حساب المصلحة العامة وعلى حساب مصلحة الفقراء والموظفين في العراق، هذا نعتبره إجحاف جدا كبير وإخلال بالدستور والمستحقات الدستورية. الدستور المادة 30 قالت هذه كفالة الدولة لهم، تكفل الدولة الضمان الاجتماعي لدول الأشخاص، مو أنا اللي أجي أكفل لهم. أنا أصلاً دخلي محدود، أجي أكفل الآخرين ليش؟ لا، الدولة شنو دورها؟ غير أن آخرون عدوا القانون بالإيجابي لأنه يحقق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين لا سيما بالقطاع الخاص، ويضمن لهم حقوقاً تقاعدية أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي. اليوم بالنسبة لنا أنه هذا القانون هو ساوى بين أدنى مستوى للمهنة أو الوظيفة مع أعلى مستوى، مثال انه سائق التاكسي او الى اخره او الاجير يتساوى مع الوزير في الراتب، لانه الراتب من 400 ل 800 الف دينار. هذا القانون راح يساعد طبقه واسعه من المجتمع الا وهي الطبقه الكادحه، شمولها بقانون التامينات الاجتماعيه، حيث هذا القانون وفر فرص تامين اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، حيث هذا القانون سوف يقلل من كثره البطاله في المجتمع. وكانت الامانه العامه لمجلس الوزراء قد اعلنت اليوم السبت ان مشروع قانون التامينات الاجتماعيه لم يرفع الى مجلس النواب لغايه الان، حتى يتم التوصل الى صيغه مناسبه تحقق الهدف المنشود منه بشكل منصف وموضوعي وبما لا يمس حقوق المضحين من أبناء الشعب العراقي. ما بين الشد والجذب حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يبقى الجدل قائما بين من يرى أن هذا القانون سيسهم في تأمين الحياة الكريمة للمشمولين به، وبين مستنكر ورافض لمقترح هذا القانون. من بغداد، غيث محمد، قناة الرشيد الفضائية.